دكتوره رئيس النادي الاهلي اكيد شرف لي النهارده ان انا اقدم واقول فليتفضل الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي بالقاء الكلمه. قبل ما ابتدي كابتن خالد قال انا كنت لعيب وانا عايز اشاهدكم يعني ده جسم واحد لعيب كويس جدا ما تشفطش بطنك حاضر الابناء الاعزاء ابطال النادي الاهلي في المحافل العربيه والقاريه والعالميه يسعدني وزملائي اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي والاداره التنفيذيه والاداره الرياضيه ان نكون معاكم النهارده ده شيء يشرفنا ويسعدنا في حفل تكريم لكل واحد فيكم اجتهد وتحدى صعوبات كتيره جدا حتى الوصول لمنصه التتويج سواء العربي او القاري او العالمي رافعين اسم بلدكم واسم ناديكم ولا شك ان تحيكم لهذه الانجازات يعود بالقيمة والتميز سواء لبلدنا الحبيبة مصر أو لناديكم وكمان تخليد أساميكم أنتم على مر التاريخ إن شاء الله إحنا الحقيقة فخورين بيكم جدا سعداء وفخورين بيكم جدا يعني وعايز كمان أنتم كمان تفخروا بنفسيكم أنتم كمان تكونوا سعداء بنفسيكم للي أنتم حققتوه مش بس لبلدكم وليكم انتوا كمان ويمكن دلوقتي عايز اطلب منكم حاجة انك تشتغلوا بجهد وبإصرار وتدريب شاق وتركيز والتزام لما هو قادم ولمنصة التتويج القادمة بإذن الله من بطولات وكتابة تاريخ جديد ليكم ولبلدكم ولناديكم ان شاء الله. انا مش عايز اطول عليكم بس بجد احنا فخورين بيكم جدا، سعداء بيكم جدا للي انتم حققتوه واتمنى ان شاء الله السنه الجايه ان احنا نكون موجودين مع كل زمايلكم. لازم تفهموا كلكم وخاصه الكبار فيكم ان انتم قدوه لكل زمايلكم في النادي. انتوا اللي بترسموا لهم طريق بطولات انتوا اللي بتديهم ازاي اكون بطل ازاي بالاصرار والتحدي اكون بطل والالتزام مواصفات البطل شخصيه البطل انتوا النهارده مش بس كسبانين النهارده انتوا بتقدموا رساله للي جايين كلهم لكل الناشئ اللي جاي دي رسالتكم وان شاء الله النادي الاهلي في تواصل مستمر باذن الله بيكم واخواتكم الصغيرين باذن الله واحنا تاني بكرر احنا فخورين جدا بيكم وسعداء جدا بيكم وان شاء الله لمنصات تتويج قادمه باذن الله باسم بلدكم باسم ناديكم باساميكم الشخصيه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.